اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من تعمير. النهارده هنبدا حلقتنا بازاي نعمل اعاده استعلام لشقق الاسكان الاجتماعي. اول حاجه تروح على اقرب مركز بريد وتعمل اعاده استعلام في كل الاوراق الجديده اللي عاوز تغيرها. تاني حاجه لازم تتاكد لما تعمل اعاده الاستعلام انك تشرح سبب تغيير الورق اللي قدمته. اما تالت حاجه بقى لازم يكون معاك صور البطاقه وعنوان البيت والشغل وشهاده بصافي الدخل خلال الثلاث شهور الاخيره، وتدفع مصاريف اعاده الاستعلام وتستنى كمان لما يتعمل استعلام تاني. تعالوا نشوف احنا معانا ايه تاني النهارده. كل الناس بتتكلم دلوقتي على الطرح الجديد لشقق وزاره الاسكان، هيكون في مشروعات اسكان متوسط زي سكن مصر وجنه، وده طبعا اللي هنشوفه معاكم النهارده في مشروع جنه الشروق. تعالوا نروح نشوف مشروع جنه الشروق ونرجع لكم على طول. اهلا بيكم مشاهدينا، النهارده رحنا معاكم مدينه الشروق، هنشوف مع بعض على ارض الواقع مشروع جنه الشروق مع المهندس علي سعد نائب رئيس جهاز الشروق. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم. في البدايه حابب ارحب بيكم في مدينه الشروق وشرفتونا ونورتونا. يعني احنا سعداء جدا ان احنا معاك، بس انا حاسه ان انا خرجت بره مصر. شرفتونا ونورتونا وتشرفونا في يوم تاني تلاقوا الجو مختلف تماما ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا نتكلم كده، تدينا نبذه في البدايه عن مشروع جنه الشروق. احنا هنا في مشروع جنة الشروق، احد محاور الاسكان اللي موجودة بتتنفس في مدينة الشروق. المشروع عبارة عن 1176 وحدة مختلفة المساحات. المشروع عندنا بيتميز ان هو موجود في مركز المدينة، حواليه الخدمات من كل اتجاه، عندنا النوادي، عندنا المراكز الطبية، عندنا الاسواق، عندنا كل الخدمات اللي ممكن يحتاجها حاجز الوحدة جوه المشروع، بالاضافة ان انا عندي داخل المشروع نفسه الخدمات الاساسية اللي هو ممكن يحتاجها سواء مسجد او سوق تجاري بيخدم من جوه الكومباوند. عندي كمان بعض العناصر المائية اللي بتضيف اللمسة الجمالية للمشروع، عندي حمام سباحة يعتبر من اكبر حمامات السباحة اللي موجودة في مشروعات جنة على مستوى هيئة المجتمعات العمرانية، عندي مجموعة عناصر مائية مختلفة الشكل والمساحات والديزاين بتضيف اللمسة الجمالية للمشروع، وعندي لاندسكيب اتعمل على طراز عصري جميل يدي الطابع الجمالي واللمسه الجماليه للمشروع ككل بعد اعتماده طبعا من لجنه واداره التخطيط بهيئه المجتمعات العمرانيه عشان يعني ننال رضا الحاجز الوحده عندنا وتظهر المدينة بشكل عام بشكل جمالي يليق باسم المدينة واسم الناس اللي شغالة فيها. صحيح، هو طبعا لازم المواطن اللي هيجي يعيش ويسكن هنا يبقى مبسوط طبعا، واحنا كمان بنحاول نوري له على أرض الواقع المشروع. بس لا، أنا عايز أتكلم معاك على المشروع بالتفصيل، فنبدأ يعني احنا قلنا المساحات وقلنا كام وحدة. أقول لحضرتك لو بنتكلم بشكل تفصيلي، أنا عندي المشروع 1176 وحدة. مختلفة المساحات من 100 لغاية حوالي 150. عندي العمارات استثماراتها اللي احنا بننفذ بيها بنتكلم في حدود 500 مليون جنيه، يعني حوالي نص تكلفة مليار تكلفة المشروع. لا ده تكلفة تنفيذ العمارات فقط. لو بتكلم على تكلفة المشروع شامل العمارات والمرافق والطرق واللاندسكيب والكهرباء والاتصالات والغاز إلخ، أنا بتكلم تقريبا فيما يلامس المليار. ده تكلفة اجماليه للمشروع ككل. المشروع بالكامل. لو بنتكلم بتفاصيل اكثر بقى في الخدمات واللاندسكيب، انا عندي هنا بالنسبه للمشروع زي ما قلت لحضرتك احنا في مركز المدينه جنب منطقه النوادي، فعندي مجموعه نوادي سواء نادي مدينه الشروق. هنتكلم عن الخدمات في الخدمات اللي بتخدم على المشروع. في نوادي، في عندنا مستشفى الشروق، في عندنا اكتر من مول تجاري حوالين الكومباوند ككل بيدي العنصر التجاري، بالاضافه ان انا عندي سوق جوه الكومباوند نفسه للطلبات اللي هي السريعه اللي بحتاجها يومي او الساكن سوبر ماركت. بالظبط كده، ده جوه الكومباوند نفسه ده موجود. عندي مسجد برضو للي جوه الكومباوند بحيث ان هو لو الناس اللي عاوزه تصلي او حاجه موجود. وحوالين الكومباوند بقى كل الخدمات اللي ممكن يحتاجها الساكن، اي خدمه ترفيهي رياضي تجاري صحي، كل الخدمات موجوده بحيث ان الساكن او الحاجز ما يحتاجش اي حاجه او ما يحتاجش يخرج بره نطاق الكومباوند بتاعه ويبقى قاعد عندنا يعني حاسس بالسعاده ان هو في مكان كويس بيلبي كل خدماته.
كل ده طبعا من منطلق اللي خده مع سيادة رئيس الجمهوريه ان احنا لازم نأدي خدمه متميزه للشعب ككل، وطبعا سكان مدينه الشروق تبقى الحياه كريمه بمعنى كلمه كريمه، بحيث ان الساكن عندنا يحس ان هو يعني بتقدم له كل الخدمات اللي هو بيتمناها او بيفكر فيها. صحيح، انا جيت هنا حسيت بطاقه ايجابيه جميله. طيب لو احنا اتكلمنا شويه عن اللاندسكيب، يعني انا شايفه برضو المناطق الخضراء، يعني حضرتك بس ادينا نبذه زياده او كلمنا عنها اكتر. احنا هنا كان عندنا سمعنا ان في بعض من الحاجزين يعني بيطلبوا ان احنا نزود مثلا الباركنج، فبدانا فعلا نعمل سايد بارك قدام كل العمارات من الانترلوك، بالاضافه الى الباركنج الرئيسيه اللي موجوده بتخدم على المشروع. بالنسبه للمسافات الجماليه زي ما قلت لحضرتك احنا عاملين عناصر مائيه بشكل مميز، واخده ديزاين عصري جميل، نوعنا فيها وفي شكلها وفي اماكنها في كل زون من الزونات اللي موجوده عندنا. لو الكاميرا اتجولت وبدات تاخد صور هيبان العنصر الجميل. لا احنا تعمير هنجي لكم في الصيف علشان نتفرج على حمام السباحه وهو مليان طبعا. لا طبعا هتشرفونا واحنا في خدمتكم في اي وقت يعني. طيب خليني اتكلم مع حضرتك، انت قلت موضوع مهم جدا، موضوع العربيات والركنه والحاجات دي دايما بيحصل بنبقى احنا مش مستوعبين ان الوحده مثلا معاها 3 4 عربيات. تمام. مش عربيه واحده، فكنا بنحسب دايما للساكن عربيه او عربيتين. النهارده انت موفر للوحده او للساكن كم ركنه؟ احنا كنا الاول في التخطيط المبدئي اللي كان معمول للكومباوند ككل كنا عاملين حسابنا في البراكنج اللي موجوده في كل زون من الزونات زي ما حضرتك كنت بتقولي كده لكل واحده عربيتين. لما بدا الحاجزين، لان احنا لما فتحنا الحجز اول مره في 1176 ما نزلناش كل عدد الوحدات، فاتحجز عندنا حوالي 500 وحده وفي 676 وحده تانيين اللي هم هينزلوا قريبا ان شاء الله في الطرح دول القادم. دول اتحجزوا خلاص وفي طرح قريب، دول كانوا نزلوا بالظبط ودول اتحجزوا، وعندي حوالي 676 وحده نازلين في الطرح اللي هو ايام قليله ان شاء الله ويكون نازل طبعا. لا يا فندم، امتى يعني؟ عشان مبقاش يعني هو القصه والميعاد هتحدد الميعاد. بالنسبة للميعاد اللي هو ميعاد حجز الوحدات في الطرح الثاني اللي إن شاء الله قريبا جدا، ده بيكون طبعا بالاتفاق ما بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وصندوق التمويل العقاري عند الأستاذة مي عبد الحميد، ده بيكون هم اللي بيحددوا الميعاد طبقا للشرطات والوقت والاختيار الوقت المناسب للطرح. احنا لما كنا زي ما كنت بقول لحضرتك برضو ان احنا في لما نزلنا ال 500 وحده الاولانيين كان السكان ليهم بعض المطالب ان احنا عاوزين نزود عدد او مساحه الباركنج للوحدات، فبدانا نفكر بره الصندوق شويه ممكن ازاي نزود الاماكن اللي الناس تستخدمها كباركنج، فبدانا ناخد الرصيف لو احنا كنا عاملينه حمايه عشان طبيعه التربه والزراعه ونعمله كسايد بارك ننزل بمنسوبه بنفس منسوب الاسفلت بشكل جمالي، بحيث ان انا ازود عدد العربيات اللي ممكن تستخدمها كل وحده في ان هي تركن العربيه بتاعتها تحت الوحده بتاعتها او تحت العماريه. حلو قوي. طيب امتى هنبدا نشوف او امتى هنسلم ونلاقي الناس المواطن جاي ساكن وعايش ومبسوط هنا؟ انا هنا الحمد لله بفضل الله طبعا انتهيت من تنفيذ اجمالي ال 1176 وحده، خلصوا بنسبه 100%. احنا عندنا حاجات بسيطه انا شايفه اللاندسكيب الناس بتعمل الفينش بالظبط كده زي ما حضرتك قلتي. اللي باقي لي هو التاتش اللي حضرتك بتتكلم فيه اللي هو اللاندسكيب، شويه زراعه مع شويه لمسات جماليه مع الطبقه الاخيره بتاعت الطرق، ونبقى مخلصين يعني اسابيع بالظبط ونكون جاهزين ان احنا نسلم سكان في المشروع ككل ان شاء الله. طيب لو احنا اتكلمنا بقى عن اخر حاجه، احنا هنطلع نشوف وحده؟ لا طبعا انا احنا نطلع نتفرج على التشطيب وطبيعه التشطيب، ان احنا راعينا في القصه دي ان احنا نجيب افضل منتج موجود واعلى جوده، بحيث ان احنا زي ما قلت حضرتك نقدم خدمه متميزه لكل حاجزي مشروع جنه في مدينه الشروق. لو اتكلمنا عن التشطيب الخارجي دلوقتي قبل ما نطلع كمان نكمل كلامنا فوق عن التشطيب الوحده طبعا، حضرتك ممكن توضح لنا ايه؟ احنا هنا بالنسبه للطابع هو واضح انكم عاملين مجهود المعماري، ربنا يخليكي شكرا جزيلا على الاطراء ده.
احنا بالنسبه للطابع المعماري بتاع الواجهات ده الطابع المعماري المعتمد لمشروع جنة على مستوى الجمهوريه العمرانيه بالظبط كلها. بالنسبه للارتكتشر او الخامات اللي استخدمت في الواجهات احنا راعينا انها تكون من اجود الخامات اللي موجوده وبتصنع تصنيع محلي داخل جمهوريه مصر العربيه، بحيث ان احنا يعني الموضوع يطلع بالشكل الجمالي اللي يليق بينا ويليق بمدينه الشروق. احنا حاطين مرايات كمان في المداخل، خلينا نطلع نشوف واحده يعني ونوري المشاهدين ونتفرج على التشطيب وان شاء الله ينال اعجاب. اتفضل. باشمهندس علي، يعني احنا اتكلمنا عن اللاندسكيب بس احنا قلنا نتمشى جنبها بقى، ايه برضو تشرح لنا اكتر يعني ده في تفاصيل، ده انتوا يعني طبعاً عاملين تفاصيل مش مجرد يلا هاتوا ارض خضراء وحطوها وخلاص يعني. لا انا زي ما قلت لحضرتك احنا بنحاول نراعي ان اللمسه الجماليه كمان بتاعتنا تبقى لمسه جماليه ذات طابع مميز، مش مجرد ان احنا بنحط مجرد شويه زراعات وخلاص. لا احنا بندور بندقق جدا في الالوان، في تداخل الالوان مع بعض. فحضرتك لو لاحظتي مثلا في الحوض اللي على يميننا او يسارنا هنلاقي اللون بتاع الزلط مع لون الورود اللي موجوده مع اختلاف الوانها احمر واصفر والى اخره، التناسق بينهم موجود. كل حاجه هنا بنحاول نعملها قدر الامكان تكون مدروسه، عندنا في الجهاز ناس متخصصه في قصه تداخل الالوان، فنانين بمعنى كلمه فنانين، بنستعين بيهم في الحاجات دي بحيث ان يطلع الشكل اللي حضرتك شايفاه ده. طيب احنا لو اتكلمنا عن الاداره ما بعد التسليم والسكن. تمام. احنا هنا بنتكلم على احنا بعد ما نسلم هنعمل ايه. طبعا هنا المشروع لانه كومباوند بيبقى فيه صيانه وحراسه وامن للمشروع ككل. البوابات بتجيلها شركه امن متخصصه عشان الناس اللي داخله واللي خارجه تتاكد ان هم من حاجزي الكومباوند. بالنسبه للصيانه في شركه صيانه برضه متخصصه في الصيانه، بحيث ان العمارات تفضل دايما على رونقها وجمالها. بتصين كل حاجه موجوده في العماره ابتداء من المداخل، السلالم، الاسانسيرات، كل حاجه موجوده في العماره بتتصين بشكل مستمر بحيث ان تفضل العماره دايما برونقها وجمالها اللي هي تم تنفيذها بتحقق وظيفتها بشكل دايم، بحيث ان يفضل الموضوع عندي مستمر. ما يبقاش بعد فتره الناس تبدا تحس ان هما الكومباوند قلب لعماره عاديه. صح. لا احنا عاوزين نحافظ على جمال. انا كمواطن جاي اسكن هنا عايز دايما اشوف المنظر الجمالي، ف ابقى شايف اللاندسكيب على طول نظيفه على طول حلوه. حلوه قوي ان احنا هيبقى عندنا شركه. ده هيبدا من امتى؟ من بعد ما الناس تسكن؟ بمجرد ما انا ابدا يعني اسلم محاضر الاستلام للسكان مباشره ببدا اتعاقد مع الشركات المتخصصه سواء في الصيانه او في الامن، بحيث ان انا زي ما حضرتك قلت كده افضل محافظ على جمال المشروع ككل والطابع او اللمسه الجماليه اللي فيه ما يحصلش فيها تراجع نتيجه الاهمال او خلافه. فانا بدل ما اسيب الموضوع بشكل عشوائي، لا الهيئه ادت تعليماتها ان يبقى في شركات متخصصه في الصيانه في كل نوع. يعني انا عندي الامن شركه متخصصه في الامن، ده شغلها. الصيانه اللي جوه العمارات سواء تنظيف او اعمال الصيانه الدوريه للاعمال السباكه وخلافه، شركه متخصصه في ده، عندها ناس متخصصه تعمل ده. بالنسبه لصيانه المصاعد والاسانسيرات الى اخره، شركة متخصصة لده. كل فرع من فروع الصيانة اللي موجودة بنحافظ عليها قدر الإمكان بحيث ان نفضل محافظين على المشروع وكل بكل إمكانياته وكل العناصر اللي فيه تفضل على نفس جودتها ونفس شغلها، بحيث ان الساكن او الحاجز عندنا ما يحسش ان بعد شوية ان في اي خلل موجود. حلو جدا، نطلع نشوف الشقة. اتفضلي. يلا بينا. باشمهندس علي، بنكمل جولتنا معاك وعايزه برضو ايه نتكلم باستفاضه اكتر عن الوحده اللي احنا متواجدين فيها دلوقتي وعن العماره كمان، تدينا نبذه ايه بشكل عام كده. والله زي ما حضرتك كنا دلوقتي واحنا طالعين في مدخل العماره، احنا راعينا ان بدايه من مدخل العماره لغايه الشقه يبقى الموضوع في لمسه جماليه كويسه للساكن اللي هيسكن جوه العماره. فبدايه من تحت بهو العماره بدخله الاسانسير بريسبشن الاستقبال اللي موجود تحت في مدخل العماره لغايه دخله الاسانسير اتعمل بشكل كويس بخامات كويسه جدا سواء من الرخام او الجرانيت او
حتى المرايات اللي احنا متركبه في المدخل تم اختيار افضل انواع المرايات اللي موجوده بتصنع داخل جمهوريه مصر العربيه. مرورا بقى بان احنا اخترنا كابينه اسانسير بشكل متميز بافضل انواع الكباين اللي موجوده في بتصنع او بتنفذ داخل جمهوريه مصر العربيه. مرورا بدخولنا الشقه واحنا داخلين احنا راعينا برضو جوه الشقه ان احنا ننفذ اعلى درجات الجوده في كل الخامات اللي احنا بننفذها. من اول ان احنا اخترنا الانتركم على احدث وافضل اجهزه الانتركم اللي موجوده، مرورا بالاكسسوارات اللي موجوده جوه الشقه من اكسسوارات كهرباء او اكسسوارات صحي وسباكه، ارضيات الشقه ككل من مسطحات السيراميك او ابعادها. بالنسبه للاوض اخترنا السيراميك اللي هو اقرب ما يكون للباركيه بنفس شكله المتميز بنفس الطابع اللي يديني احساس ان انا على باركيه مش على سيراميك. بالنسبه لحماماتنا شقه زي اللي احنا فيها مثلا فيها 3 حمام، حمام للضيوف تم تنفيذه بشكل متميز بحيث ان الحاجز وضيوفه لو هيستخدموا الحمام يحس ان هو قاعد في مكان راقي ومستوى كويس. مرورا بقى بالحمام بتاع الاولاد وحمام الماستر، الاوضه الماستر اللي هي بتاع الوالدين او اللي هم اصحاب الوحده. عندنا الوحدات 3 اوض وصاله و3 حمامات ومطبخ رافي ان هو يكون مساحته كبيره بحيث ان هو يتفرش مرتاح بحيث ان ست البيت او المدام اللي هتبقى موجوده تبقى انت عارفه طبعا السيدات المطبخ عندهم احنا اهم حاجه عندنا مختلف. المطبخ بالظبط، عشان كده راينا ان المطبخ في التصميم عندنا في كل الوحدات حتى الوحدات اللي هي تعتبر صغيره اللي هي 100 متر ان هي مساحه مش صغيره يعني، راينا ان المطبخ يكون فيه مساحته ويكون مساحه متميزه بحيث ان ست البيت تبقى مبسوطه، لان يهمنا طبعا العنصر النسائي اللي موجود في الكومباوند يكون مرتاح. فيعني راعينا القصه دي جدا. اخترنا انواع السيراميك اللي موجوده في الحوائط سواء في الحمامات او المطابخ من اجود الانواع من اجود الشركات بحيث ان هي برضه تدي طابع ولمسه جماليه وراحه نفسيه للي بيستخدم الوحده. يعني مش عارف اقول ايه غير ان احنا حاولنا ان يعني نقدر نبقى على مستوى المطور العقاري الخارجي بحيث ان الوحده هنا او الساكن اللي يجي ياخد عندنا ويفضلنا عن المستثمر اللي بره يحس ان كل طلباته اللي ممكن كان يلاقيها في اي مطور او مستثمر عقاري خارج نطاق هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده لا احنا عندنا هنا بنوفر له نفس الجوده ونفس الخامات بس باسعار اقل وبطريقه سداد اطول بحيث ان احنا شويه نكسر احتكار الشركات التطوير العقاري اللي خارج هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده وندي للمواطن امكانيه بان هو يقدر يحصل على نفس الجوده ونفس الخامات العاليه باسعار اقل وعلى فتره سداد اقل. وكمان يقدر يستخدمه للتمويل العقاري من خلال التمويل العقاري طبعا وده يسهل له اكتر كمان طبعا. واحنا وعشان كده حتى في الفيو بتاع كل عماره وكل وحده دايما بتخرجي من البلكون او التراس تلاقي فيو بشكل مميز. احنا شايفين شكل قدامنا اهو، احنا واقفين في البلكونه اهو بنتفرج في لاندسكيب في حمام سباحه، بصراحة المنظر شيك. وده احنا رايناه بقى في كل الوحدات ال 1176 وحدة اللي موجودة عندي في الكومباوند كلها ليها طلة على لاندسكيب او عنصر مائي او حتى لاندسكيب هاردسكيب عادي خالص يكون في لمسة جمالية تخلي الحاجز او الساكن مرتاح نفسيا حابب ان هو يكمل جوه الكومباوند حتى لو جاله زائر من بره او حد قريبه يبقى عنده الرغبة ان الهيئة لما تعمل مشروع تاني او مرحله تانيه يكون من اوائل الناس اللي بتحجز فيه. دي طبعا ده تطلعنا كهيئه ان احنا يعني نحاول نجذب كل المواطنين لمشروعاتنا وشققنا ووحداتنا بحيث ان احنا نقدر ننافس المستثمر العقاري ونقدر ننافس الاحتكار الخارجي بالنسبه للوحدات الخارجيه خارج هيئه المجتمعات العمرانيه الجديده. طيب باشمهندس علي خليني اتكلم معاك في اخر يعني موضوع معانا النهارده او بنتكلم فيه، ايه هي خطة 2022 لجهاز مدينة الشروق؟ اكيد عندكم خطة. طبعا اكيد عندنا خطة، احنا دايما في الهيئة كل الاجهزة بتقدم خطة لمدة 3 سنين جاية، فاحنا في نهاية مثلا 30/6/21 عملنا خطة
30/6/22 و30/6/23 و30/6/24 ومع نهاية كل سنة بنأكد الخطة اللي احنا كنا مقدمينها بنعتمدها بكل استثماراتها بكل المشاريع اللي فيها بحيث ان احنا واحنا داخلين العام المالي الجديد نكون جاهزين ان احنا بالظبط كده نكون جاهزين ان احنا على التنفيذ مباشرة بدون اي عوائق. باشمهندس انا يعني بشكرك جدا وعلى ترحيبكم لينا طبعا في مدينة الشروق وان شاء الله نقابلكم كتير ونشوف اخر تطورات في المدينة. ربنا يخليكي شرفتونا ونورتونا ونتمنى دايما ان احنا نكون عند رضا المواطن واهلا بيكم دايما في مدينة الشروق. بنشكرك جدا. عفوا. بعد ما شفنا مشروع جنة الشروق تعالوا بينا نطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول، خليكم معانا. دلوقتي هنتكلم عن التسويق الإلكتروني أو التواصل الاجتماعي وتأثيره طبعا على السوق العقاري مع ضيفي محمود رمضان مؤسس جروب سوسايتي ريل استيت. مساء الخير. مساء النور. يعني احنا عارفين الجروب عامل دوشة كبيرة قوي في القطاع العقاري بشكل عام. دي حقيقة. عايز اعرف منك في البداية، يعني كلمني في الاول كده، انت فكرت في الجروب ده ازاي وايه اللي حصل ولحد ما وصلت النهاردة الناس فعلا بتتناقش في مواضيع كتير قوي من خلال الجروب؟ بالظبط. يعني انا فكرة الجروب جات لي ان انا كنت بشوف في المجالات كلها التانية الاقي ناس كتيرة قوي عندها جروبس بجد بتبقى مفيدة ليها جدا وبتبقى ظهري ليها. فكان هدف بالنسبة لي، قعدت ادور كتير ما لقيتش ولا جروب عامل ظهر للناس. فجات لي الفكرة من هنا، خصوصا ان في مجالنا تحديدا في كتير قوي ناس بتتعرض لمشاكل وناس كتير قوي بتبقى عايزه تعرف معلومه، ناس كتير قوي بتبقى حابه ان يبقى في تواصل اسرع كتير قوي مش بتبقى عارفه تاخد المعلومه منين. فجت لي الفكره من هنا ان انا اعمل الجروب. بدات تقريبا من حوالي اكتر من سنتين. والاول انا كان عندي على الواتساب ناس صحابي كتير في الريل استيت، فبدات ابعت اللينك ليهم بحيث ان نبدا نخش نعمل ترافيك اكتر على الجروب. لحد النهارده الحمد لله ما العدد وصل لحوالي تقريبا داخلين على 300,000 واحد جوه الجروب. كلهم بيشتغلوا في العقارات؟ كان الاول الكل بيشتغل في العقارات، دلوقتي بقى في نسبه كبيره من الكلاينتس بقت موجوده او الناس اللي بتشتري بمعنى اصح بتتابع السوق، بتتابع السوق وبتحب تشوف السوق واصل لفين. وبدات اشوف بقى لي فتره ان في ناس كمان بتدخل تطلب تقول يا جماعه انا حابب اسال عن مشروع كذا رايكم ايه، لان هو مش هيلاقي امن او اكتر من الإجابة اللي ممكن تبقى مقنعة ليه في وسط ما يكون في المطبخ زي ما بنقول. إيه ده؟ يعني بقى في عملاء داخلة على الجروب بتاخد اللي هو أنا في السوق دلوقتي، دي حقيقة، فأنتوا انصحوني، فبتاخد أمان من الجروب النهاردة. دي حقيقة بالظبط. بقى في نسبة كبيرة أنا بقى لي فترة ملاحظها وبشوف دوت كمان برضو بيحط حمل عليا على قد ما أقدر إن أنا أبدأ محافظ ما بين الجنبين. لازم أولا إن ده جانب بيوضح للعميل الثقه او المصدر الاساسي اللي العميل لازم يكون بيتجه عليه او بيمشي عليه، ده العميل حاسس ان هو في المطبخ. بالظبط. دي حقيقه. دي حقيقه. وبلاقي ناس كتير حتى عملاء كتير بلاقيها بتبدا تكلمني تقول لي طب انا بس عايزك تقبل البوست، انا محتاج اعرف ضروري الشركه دي افضل ولا الشركه دي. مش بس كمان كده، على مستوى كمان الايجنت نفسه اللي موجود في اي شركه تلاقي كتير قوي على الفتره اللي فاتت في ناس بتتعرض لمشاكل في شركاتها. بتبدا الحاجه الاساسيه، خصوصا انك عارفه ان مفيش نقابه فعليه للعقاريين دلوقتي في مصر، الحاجه الاساسيه اللي بقت ظهر قوي قوي لاي حد هو جروب. يعني بقى حاجه اساسيه ان البوست ينزل عليه، ويمكن بعديها في خلال 48 ساعه اي مشكله بتنزل بواجه او بلاقي الناس كتير قوي بتتصل بتشكرني عشان اتحلت. يعني طب انا عايز اسالك زي ايه مثلا مشكله، بس من غير بقى ما نجيب اسماء يعني. يعني مثلا ممكن نتكلم على شركه مثلا على سبيل المثال، ودي كانت من اجدد المشاكل عندنا، في طقم كامل ما كملش معاه فجاه كده الصبح، لقوا ان الناس دي مش هتكمل معاهم والعموله بتاعتهم بالسالري بالكلام ده كله ما فيش، الكلام ده ما حدش هياخد. ليه؟ يعني والله موظفين صحيوا الصبح لقوا نفسهم في الشارع. دي كانت شركة من الشركات، وكانت حاجة ضايقت ناس كتير جدا كمان على الجروب، ان الناس لما بدأت تنزل المشكلة بدأ يتفاعلوا مع البوست اكتر، ان ازاي طب ايه ده ازاي يحصل، طب على الاقل كان المفروض ان الناس دي تبقى عارفة وهكذا. فبعديها على طول بأقل من 48 ساعة صاحب الشركة كان متواصل مع اللي منزل البوست، وكان اكتر من حد، وجمعوا مع بعض وتحلت المشكلة. وحلوا المشكلة. حلت المشكلة. وكتير
بقى من الموضوع ده كله، وانت عارفه اكيد السوشيال ميديا قويه ازاي، تاثيرها قوي جدا، اقوى حاجه دلوقتي، اكتر سلاح قوي دلوقتي. فبقى اي مشكله عند حد دلوقتي، يمكن انا بدات اشوف ده كمان، عميل او حد شغال في شركه هو بيقول انا هروح لسوسايتي اوف ريل استيت على اساس ان انا اقدر اواجه المشكله بتاعتي واشوف حل ليها يعني. طيب خليني اسالك، ايه اكتر استفسار الناس بتستفسر عنه او العملاء بقى اللي بتخش الجروب؟ يعني اكتر استفسار انا بشوفه مسيطر على الجروب هو الناس بتبقى عايزه تقارن، يعني انا تقارن ما بين مشروع ومشروع، بالزبط. شركه وشركه، بالظبط جدا. وكمان برضو بقى لي فتره بتابع بشوف الناس كمان اللي عايزه تستثمر. في حد بيقول يا جماعه انا حابب ان انا استثمر دلوقتي ومعايا رقم معين ومحتاج منكم على قد ما تقدروا لو حد يبدا يقول لي هل المشروع ده اقوى ولا المشروع ده. فبيبقى العميل مش عارف، خصوصا ان انت عارفه دلوقتي كمان ان مشاريع كتير، مشاريع كتير والعاصمه الاداريه الجديده مشاريعها كتير جدا، الناس بتبقى حابه تقارن، بيخشوا يقارنوا مشاريع العاصمه الاداريه على الجروب. اه طبعا، احنا لو عملنا سيرش بس على كلمه مقارنه العاصمه الاداريه جوه الجروب، جوه الجروب هلاقي اكتر من بوست بيتكلم على الار 7 الار 8. طب الشركه دي كانت بتلونش او بتعمل مشروع 2017، دلوقتي نسبه الانشاءات وصلت فيه لكام، فالشركه دي من وجهه نظر اللي منزل البوست هي قويه فتقدر تخش معاها في المشروع الثاني. ففي حاجات، في عوامل اساسيه للاستثمار وعوامل اساسيه لاي حد بيفكر يستثمر يقدر يمشي عليها. في ناس كتيره بتطلب ده او بتشوفه على الجروب، والموضوع بقى ملخص اكتر واسهل يعني. شايف السوشيال ميديا بقى بشكل عام، يعني انت عندك تجربة اهو، الجروب فيه حاجات كتير قوي، شايف السوشيال ميديا بشكل عام بتأثر ازاي على القطاع العقاري؟ يعني اكيد برضو انت ليه وجهة نظر مختلفة. انا وجهة نظري ان القطاع العقاري كله اي حد دلوقتي محتاج ان هو يكون اقرب للناس ممكن يكون اقرب ليهم من خلال السوشيال ميديا. يعني بدأنا نشوف ديفلوبرز دلوقتي بدأت تعمل ابليكيشنز، وبتكون الابلكيشن ده هو اللي بيتيح للعميل كل حاجه. ده بيوصل اكتر العميل اسرع للخدمه اللي هو محتاجها جوه الديفلوبر نفسه. يعني فلما يكون عندك جروب او عندك ابلكيشن او عندك حاجه بتساعد ان يبقى في تواصل اسرع، هي دي اهم نقطه. يعني دلوقتي اول حاجه بتيجي في بالنا كلنا، انا لو محتاج اي حاجه بدور اشوف هل ليه ابلكيشن، ملوش ابلكيشن ممكن اعطل شويه، ليه ابلكيشن او ليه بيج على الفيسبوك ده ممكن بيقربني اكتر شويه للطلب اللي انا محتاجه او يخليني اقدر اوصل اسرع للمعلومه اللي انا عايز اوصل لها. فسوشيال ميديا طبعا سلاح خطير يعني. طيب ده قسته من بدري ولا من فتره الكورونا مثلا؟ قلنا ان هي اثرت فخلت السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي بقى اقوى. لا يعني هو طبعا موجود بقاله فتره، بس ممكن نقول زاد وبقى اقوى بكتير من بعد الكورونا. يعني ابلكيشنز زي زوم وابلكيشنز كتيره زي زوم وزي اكتر من حاجه بدانا نشوف المفعول بتاعها عامل ازاي. ويمكن في مكاتب دلوقتي وشركات دلوقتي بقت تعتمد اعتماد اساسي على الزوم كوسيله ان هي تعمل الميتنج، كوسيله كمان ان هي تبقى اسرع كمان. فبشوف ان دي كانت موجوده قبل الكورونا طبعا، بس زادت وبقت مطلوبه اكتر من بعد الكورونا او خلتنا نعرف حاجات اكتر واكتر يعني. ايه الهدف من الجروب الفترة الجاية؟ يعني هل فكرت ان انت تقدم فيه خدمة مستمرة مثلا؟ والله بس الهدف من الجروب انا شايف ان هو بيعمل حاجة قوية قوي، خصوصا للناس اللي شغالة في الريل استيت، وده انا بعتبره الهدف الاقوى يعني لينا، او الهدف الاقوى للناس اللي شغالة وانا واحد منهم يعني في المجال ده. فدي حاجة بالنسبة لي انا حابب ان انا اقويها اكتر، خصوصا ان لسه ما فيش نقابه للعقاريين فعليه على ارض الواقع. في طبعا ناس قدمت مبادرات وعملت اوراق عشان يبقى في حاجه، بس ما بقاش في حاجه ملموسه على ارض الواقع قويه نقدر نقول ان هي موجوده، او حاجه مقننه نقدر نقول ان هي بتدافع او موجوده في ظهرنا. فانا بعتبر الجروب واحد من الوسائل دي، وهدفي كله الفتره الجايه ان انا ابدا اكبره اكتر واكتر في الحته دي، ويفضل ان شاء الله كده لينا ويقرب المعلومات دايما لينا يعني. أكيد إن شاء الله. يعني أستاذ محمود أنا بشكرك جدا على وجودك النهاردة معنا في تعمير نورت. مشاهدينا هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول، خليكم معنا.
ورجعنا لكم مرة تانية مشاهدينا، ودلوقتي هنتكلم في أكتر 10 أسئلة قلنا عن الديكور والإنتريور ديزاين. هيجاوبنا طبعا ضيفي النهاردة المهندس شريف هلال. مساء الخير يا باشمهندس. مساء النور. أولا احنا سعداء جدا ان انت معنا النهاردة. انت منورة الدنيا. جاهز؟ جاهز. طيب يلا بينا خلينا نشوف الأسئلة. احنا جالنا أسئلة كتير قوي، يعني أول سؤال بيتكلم عن حد بعد بيقول ايه الحاجات اللي تضيف حيوية أكتر لتصميم البيت. بصي حيوية ده قصده طاقة إيجابية أكيد. يعني خلينا نتكلم في النقطة دي، إن هي علشان إزاي أخد الطاقة الإيجابية في بيتي أنا لازم أعمل حاجة تلائمني أنا شخصيا. يعني ما ينفعش إن أنا أكون بحب نمط وليكن المودرن، وفجأة أنا شفت بيت لحد قريبي أو كده كلاسيك، فأنا خلاص حبيت الموضوع فابتدي أعمل البيت بالطريقة دي. موضوع صعب ده، يدي على طول طاقة سلبية جدا في البيت. إن أنا مش حابب البيت، بس البيت الناس كلها بتقول لي عليه حلو بس انا مش حابه، وانا عشان ما اخترش النمط بتاعي مظبوط. ما ينفعش ان انا اي تفصيله صغيره في البيت لو هي مش ملائمه مع البيت نفسه، يعني من اقل حاجه التابلو، لو انا حاطط تابلو في بيتي والبيت ده مش ملائم، التابلو ده مش ملائم للنمط اللي انا مستخدمه في البيت، يديني طاقه سلبيه. فلازم كل حاجه تكون مظبوطه بالظبط في الاتجاه اللي انا حابه ومظبوطه في اطار مظبوط واحد يعني. حلو قوي. نشوف السؤال اللي بعده. يلا بينا. مساحه البيت عندي صغيره، ازاي اعمل ديكور يحسسني انها واسعه؟ هو ده يعني عايز يحس ان بيته واسع، اكيد مساحته صغيره. بصي اول حاجه يحط ايده عليها ان هو الفرنيتشر في البيت بتاعه ما يكونش حاجات ضخمه، ما يكونش كتير. صح، ما يكونش كتير وما يكونش احجامه كبيره. لازم تكون احجامه صغيره ملائمه ليه يعني. وكمان ممكن يبتدي استخدم، لو انا عندي طرقه في البيت ما استخدمش لو انا هستخدم فيها وول بيبر ما استخدمهوش بطريقه عرضيه عشان هيطول معايا الطرقه قوي. ما استخدمش وول بيبر في بيتي موتيفا لو موتيفا كبيره، لازم كل الحاجات تكون احجامها صغيره علشان تلائم البيت. ما ينفعش بيت صغير واستخدم اجيب حاجات ضخمه فيه، من وول بيبر للجبسون بورد بستخدمه لوحدات اضاءه، كل الكلام ده ما يكونش ملائم للحجم البيت نفسه. فلازم يعني انا في بيتي لو بيتي صغير ابص دايما على القطع الصغيره بالظبط، سفره صغيره بالزبط. اي حاجه اي قطعه بالظبط عشان تلائم المساحه اللي موجوده. فبالتالي ما يبقاش حاجه حجمها كبير قوي محطوطه في مساحه صغيره فتبان ان هنا في عيب وفي مشكله. طيب تعالى نشوف السؤال اللي بعده، ازاي اعمل تناغم بين الوان الحيطه والستاير؟ تناغم بين الالوان وبين مش الستاير بس، الفرنيتشر ككل او العلاقه كلها بتاعه البيت هي لازم يكون فيها تناغم كامل، من لون ارضيه للرخام اللي في الارض او خشب او تجاليد على الحوائط او رخام على الحوائط او ستاير او فرنيتشر، كل ده لازم يبقى فيه تناغم في الالوان بتاعته. يعني لازم اقرب الدرجات بينها وبين بعض، ما ينفعش اخد حيطه لون ازرق وفجأة خدت كنبة حمراء، الموضوع هيبقى صعب قوي. لازم يبقى فيه تناغم بين الألوان وبعضها، إن أنا معايا كرتلة الألوان، إيه الألوان اللي تتماشى مع بعض، الألوان دي تركب على بعض ولا لأ، أبتدي من الاختيارات دي أبتدي أخد الفرنيتشر بتاعي، أبتدي أخد الستاير. الستاير بتبقى شوية مربوطة بالفرنيتشر، فده لازم يكون كل ده مربوط ببعض. مش مهندس انتوا ازاي بتشتغلوا او بتعملوا الحاجات دي يعني في البيوت؟ يعني برضو هي بتبقى محتاجة مجهود وبتبقى صعبة جدا في التفكير، وانا انظم الستاير مع الوان الحيطة، ازاي بتعملوا ده؟ دي حقيقة. بصي هو المجهود الحقيقي اللي احنا بنبذله كشركة او احنا يعني المجهود الحقيقي ان احنا بنحاول نفهم الكلاينت اللي هنشتغل معاه او نوع البروجكت اللي هنشتغل معاه، سواء شركه او 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 مشروع او بيفكر ازاي وبيحب ايه وايه الالوان القريبه ليه والحاجات دي. صح؟ لا مش بس كده، انا اللي انا ببقى عايز الهدف اللي انا عايز اوصل له، عايز اوصل للنمط اللي بيحبه ايه. دي اول نقطه، يعني ده اللي بناخد فيه مجهود اكتر، وده اللي بيكون موضوع متعب شويه، ان احنا لازم ناخد فيه وقت ان احنا نفهم الكلاينت. وبنفهم في البيت بيكون اكتر من شخص قاعد موجود في البيت، والاكتر من شخص دول هو ليه متطلبات وله ذوق مختلف عن التاني. الحاجات اللي بيحبها وبتريحه بالظبط، فاحنا بنحاول نفهم الافراد البيت دول كلهم بايه اللي بيحبوه، ونبتدي نعمل تجانس بينهم هما الافراد الاربعه خمسه، بنحاول نعمل تجانس ما بينهم في البيت اللي هما هيعيشوا فيه كلهم، علشان يطلع بنمط يمشي يتماشى معاهم وهم كلهم يبقوا مستريحين، وديهم الطاقه الايجابيه اللي كنا بنتكلم عليها.
الحاجة التانية ان احنا بنشوف اعمارهم ايه، بنشوف المساحات السبيس اللي هنديها لهم في احتياجاتهم، كل واحد محتاج مساحة فراغ قد ايه هيقدر يتعايش فيها ويعيش فيها، فكل ده بنعمل حساباته. وهي الحسابات دي اول ما نبتدي نطلعها بنبتدي نخلق الفكرة. فالفكرة دي بتتخلق مش بس ان انا بفكر على الموضة او افكر ايه الجديد دلوقتي، لا، الفكره بتتخلق من الافراد اللي عايشه في البيت. اعتقد ان في البيت يعني مش دايما لازم يبقى موضه، لان ده فعلا انا اللي عايش فيه، ممكن اعيش فيه 10 سنين فالموضه بتروح، صح ولا ده تفكير غلط؟ بصي، هو مش موضوع موضه على قد ما انا بواكب العصر اللي انا عايش فيه. صح. يعني هو النهاردة ينفع تشوفي شخص ماشي في الشارع لابس بنطلون شارلستون واسع قوي وقميص لياقته كبيرة قوي، طبعا هيبقى منتقد بالنسبة لك. فاحنا ما نعملش كده. في حاجات كتير تطورت، في حاجات كتير بقت أحدث. فهو الفكرة بقى مش أنا بنقي اللي موجود وكل الحلو في اللي طلع في البيوت الجديدة وابتدي أخده كله علشان هو جديد وخلاص، لا، أنا باخد ده علشان هو كل الحاجات اللي طالعه دلوقتي هي جديده، فانا بنقي منها ايه اللي يناسبني وايه اللي يناسب التصميم بتاعي وايه اللي يناسب الديكور اللي انا هشتغل عليه. خلينا احنا معانا صور تشرح لنا الصور اكتر ونكمل اسئله الناس تاني. يلا بينا. انا عايزه يعني اشرح لنا اكتر كده يا باشمهندس الصوره دي. بصي، الصوره دي احنا عدلنا فيها بعض الحاجات، احنا واخدين ليفنج روم في الاخر ورا الاعمده. هنا احنا بنبتدي نفكر ازاي في اي تصميم ان احنا بنحط ايدينا على العيوب اللي موجود. فانا كان عندي في الجزء انا محتاج اعمل ليفنج روم في الريسبشن، فجينا الليفنج روم واحنا بنعمله في الريسبشن انا عايز شويه افصله، طب انا عندي عمود، فانا قدرت خلقت عمودين تاني علشان اموت العمود ده اصلا ما يبقاش هو ظاهر، ودخلته معايا في الديكور. حليت مشكله ان هو وجوده مكانه مش حلو. عايز افصل شويه، اعمل فصل بس مش فصل تام، فابتديت ان انا عملت عمودين تاني جنبه بنفس شكله بالظبط ولعبت في شكلهم شويه بالديكور، ومن هنا حققت ان انا لغيت العمود وحققت ان انا خليت الليفنج شويه مفصول عن الريسبشن، وفي نفس الوقت الرؤيه مفتوحه، ما قفلتش رؤيه العين، فبالتالي ان انا واخد المساحه الواسعه برضه. حلوه قوي. طب احنا معانا صور تانية، معانا صوره تانية اهي برضو، ممكن تشرح لنا كده يعني دي شكلها بقى حلو قوي بصراحه. دي بقى صوره لشركه، دي شركه احنا الشركه خلصناها شويه، احنا بنميل ان احنا واحنا لما بنشتغل الشركات او المكاتب الاداريه شويه بنكون عايزين ندخل حته الهومي شويه في المكان. ليه؟ عشان الموظفين او اصحاب الشركه دي هم بيعيشوا اكتر وقت ممكن في الشركه. انا الشركه البيت الشركه، صحيح، في البيت بيقعد فيه وقت قليل. يعني انا لو ارجع لشخصي، انا بقعد بدخل مكتبي من الساعه 8 الصبح لحد 12 لحد 11 بالليل، صحيح، فدي فتره كبيره جدا انا بقعد في البيت ساعتين. فبالتالي لو انا حسيت ان انا قاعد في مكان اداري بس، انا ده كل ده طاقات سلبيه. فانا بحاول ان انا ادخل الهومي في المكان ده علشان انا اكون حاسس شويه ان انا قاعد في البيت. فده يديني طاقه ايجابيه ويخليني ما ملش من المكان. حلو قوي، فكره جميله بصراحه. احنا فعلا بنقعد وقت كبير قوي في الشغل فعلا. طيب تيجي نرجع نكمل اسئله. ازاي ننسق بين الاضاءه والتصميمات؟ ده سؤال مهم. ده سؤال قوي مهم يعني. جدا وهو فعلا ممكن يكون البيت طالع حلو قوي ونيجي في مساله الاضاءه ده نبوظ كل حاجه. تبوظ الاضاءه دي لو هي موجود اضاءات كتير بزياده تحرق البيت، الاضاءه لما تكون زياده هي بتحرق الشكل العام. هل يا باشمهندس فعلا في اضاءه تخلي المكان واسع واضاءه تخلي المكان يبان ان هو صغير؟ ممكن. يعني انا ممكن احب استخدم جدا، يعني انا شخصي احب استخدم جدا الاضاءه اللي بتكون جايه من الارض، الابلايت بيدي ارتفاع للسقف يعني غير المعتاد. يعني احنا بننور على طول الاضاءه من فوق، لا، انا ممكن استخدمها. احنا معانا صوره اهي من تحت لفوق عايزين نشوفها. يدي ارتفاع. الصوره دي لاندسكيب وواجهه للمكان، حاولنا ان احنا دخلنا غيرنا وحطينا بصمتنا وشفنا ايه الاحتياجات اللي ممكن يحبوها، فابتدينا نوفق ده على احتياجات البيت نفسه وعلى المساحة نفسها اللي موجودة دي. مش جاردن كبيرة بس قدرنا نوفق فيها الاحتياجات المطلوبة. ازاي اختار الاكسسوارات جوه البيت؟ الاكسسوارات دي مهمة جدا، هي بتحول البيت تماما من وضع الوضع.
الاكسسوارات انا في اكسسوارات زي النمط اللي انت بتختاريه مودرن وكلاسيك، وفي اكسسوارات مودرن وكلاسيك وصناعي في ليها نمط برضو. انا لازم اختار الاكسسوارز بتاعتي على حسب النمط اللي انا شغال عليه، والوانها بيختلف. لازم كمان ان انا اواكب اظبط اللون بتاعي على اللون الديكور او الالوان اللي انا مختارها. يعني ما ينفعش اروح اشتري حاجه سيلفر وانا عندي البيت بتاعي انا شغال فيه التاتشات اللي انا حطيتها جولد، فهنا عملت مشكله. وفي نفس الوقت قطعه الاكسسوارز تحفه حلوه جميله، بس هي مش ملائمه لبيتي، فعينك هتروح عليها مش هتكون الطف حاجه وهتضايقك. نقدر نقول ان احنا بيت صغير او كبير لازم الفتره دي ان احنا محتاجين مهندس ديكور يساعدنا في تنظيم واختيار البيت بتاعنا. طبعا لازم تلجأوا لنا. انا هلجأ لك بعد الحلقه ان شاء الله. طبعا لازم نعمل كده ان شاء الله. ان شاء الله. باشمهندس شريف انا بشكرك جدا على وجودك معانا في تعمير، وان شاء الله يعني نستفيد دايما من خبرتك في الهندسه ونبقى معاك على طول اول باول. ميرسي، انا اللي بشكرك، وحلقه جميله طبعا. بشكرك جدا يا باشمهندس. ميرسي ليك. مشاهدينا هنطلع فاصل صغير ونرجع لكم على طول، خليكم معانا. وصلنا لآخر فقرة مشاهدينا، ودلوقتي هنتكلم عن العالمين الجديدة. الفترة الأخيرة شفنا تطور كبير جدا حصل في العالمين الجديد، وخصوصا بعد ما ظهرت الأبراج هناك، وده طبعا هنتكلم فيه كله النهاردة، وهنتكلم فيه في التفصيل أكتر مع ضيفي المهندس ياسر البلتاجي، رئيس مجلس إدارة مكتب واي بي اي. مساء الخير يا فندم. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. طبعا احنا سعداء انت معانا النهاردة في تعمير وبتنورنا، وأكيد هنستفاد من خبرة حضرتك كتير جدا. لو اتكلمنا عن أبراج العالمين الجديدة، انتوا كان ليكوا دور هناك. طبعا احنا ابتدينا في تصميم الأبراج في سنة 2017 مع دكتور مصطفى مدبولي، وكانت تجربة جديدة طبعا، لان طبعا يعني كان ما كانش طبعا الواحد متخيل ان الحاجات دي هتحصل بالسرعة اللي حصلت بيها دي دلوقتي. وكان الفكرة انها ابتدت بان احنا عايزين نعمل حاجة في المدينة هناك انها تبقى مختلفه، بحيث انها تبقى وانا علامه مميزه للمدينه، والحاجه الثانيه ان المدينه دي تكون شغاله طول السنه، ما تبقاش مجرد مدينه ساحليه زي الحاجات اللي احنا بنروحها في الساحل اللي هي بتبقى شهرين في السنه شهرين وبس. لا، احنا عايزين مدينه تبقى طول السنه شغاله بالظبط كده. ولذلك فيها انشطه اقتصاديه كتير تقدر تقوم عليها، وهي تعتبر زي مثلا التجمع بالنسبه للقاهره او 6 اكتوبر بالنسبه للاسكندريه. يعني تعتبر ممكن ده يكون الباك اب بتاع اسكندريه، لان طبعا اسكندريه ما لهاش امتدادات كبيره، فممكن المدينه زي العالمين تبقى هي الامتداد المستقبلي للمدن بتاعه الساحل. حضرتك بتقول دلوقتي ان انتم ما كنتوش متخيلين بالسرعه دي، والمنظر بعد ما خلصت يعني ابراج العالمين الجديده، كنت متوقع ايه؟ كنت طبعا متوقعين انها تبقى الموضوع ابطا شويه. بس الحقيقة يعني الجهود اللي حصلت سواء من الجهات الحكومية أو من ناحيتنا احنا كمصممين، طبعا مش احنا اللي عاملين كل المشاريع هناك، في استشاريين كتير اشتركوا في تصميم المدينة، فالجهود كلها اللي حصلت مع وجود أحسن مقاولين في مصر في التنفيذ، فكل ده طبعا مع بعضه سرع الموضوع. وإن كان في يعني نوع من ان احنا عاملين بنعمل الموضوع ده عشان نعمل حاجه في مصر كويسه وليها قيمه كويسه وتودينا في حته مختلفه واحسن شويه. يعني طيب باشمهندس، قول لنا ازاي حافظتوا على هويه المكان او ابراج العالمين، ان اللي يعدي كده يشوفها يقول ان ده يعني مركز المدينه، او تبقى ملفته وتبقى رمز للمكان او للساحل الشمالي عموما؟ تمام. اول حاجه طبعا الابراج ارتفاعها لوحده بيخليها علامه مميزه، ده جزء من الموضوع. الجزء الثاني ان هي يعني وارتفاعها ده بيخليها كمان تتشاف من على بعد حوالي 15 كيلو مثلا. فطبعا الواحد بيقرب من المدينه، واحنا حتى في طريق وادي النطرون بنقدر نشوف المدينه قبل ما نوصلها بمد، فهي علامه مميزه للمكان. ووجود العلامه المميزه للمكان دي بتخلي طبعا المدينه ينفع تكمل، يعني
بيشجع الناس انها تستثمر فيها وانها تبتدي تشتغل فيها وتبني فيها والكلام ده. فده كان يعني الحته بتاعت الابراج انها كانت هي العلامه المميزه للمكان. كل الاستشاريين اللي اشتركوا في التصميمات الابراج في المكان ده كان ده الهدف بتاعهم الاساسي مع طبعا التخطيط العام بتاع المدينه. طيب انا لحد دلوقتي ما رحتش ابراج العلمين الجديده، واكيد في مشاهدين بيتابعونا دلوقتي زي بالظبط. اشرح لنا ابراج العلمين مكونه من ايه؟ تمام. الاول طبعا احنا الابراج اللي اتعملت دلوقتي كلها حوالي 15 برج تقريبا، احنا عملنا منهم 8. فالثمان ابراج اللي احنا عملناهم دول كانوا اول حاجه ارتفاعهم 40 دور. يعني البرج الواحد ارتفاعه 40 دور بالظبط كده. حلو. فهم 8 ابراج بارتفاع 40 دور. اجمالي مساحتهم تقريبا حوالي 600 الف متر مربع. اجمالي مسطحات الادوار. طبعا الفكره كانت في الابراج نفسها انها تبقى كل الوحدات اللي فيها تكون شايفه البحر. اتعمل التصميم بتاعها بطريقه بحيث ان هي تبقى واخده كيرف كده، بحيث كل الوحدات تبقى شايفه البحر. طبعا احنا في موقع خرافي يعني. طبعا. اولا الفيو هناك رهيب ولون البحر يعني جميل جدا. فطبعا كان دي من اهم الحاجات اللي لازم نعملها، حتى كمان عشان الناس اللي بتشتري تبقى مستمتعه بالمكان. الابراج طبعا تحتيها جزء بيبقى تجاري وإداري. لا تجاري وباركينج. ده الاساس يعني. لان طبعا في مشروع تاني على البحر احنا برضو عاملينه حوالي طوله كيلو، اللي هو بيسموها المنطقه الترفيهيه. ودي هتبقى منطقه فيها حوالي 60 الف متر مسطح محلات تجاريه. وفيها 120 الف متر بيزمنت، ده باركينج وخدمات كاملة للمنطقة كلها. طبعا راعينا في تصميم الأبراج طبعا الايروداينامكس زي العربيات كده، ان طبعا سرعة الرياح بتبقى في منطقة الساحل بتوصل في اوقات انها بتبقى سريعة جدا. فازاي ان الشكل البرج ما يصدش الريح، بالعكس يبقى الهواء يمشي معاه ما يعملش. لان طبعا من الحاجات الانشائية اللي بتبقى ليها يعني في التصميم دور كبير في الحاجات اللي ارتفاعاتها عالية، موضوع سرعة الرياح وقوة الرياح على المبنى. طبعا شكل البرج حاولنا نخليه حاجة بسيطة سهل ان الواحد يدركها، ما يبقاش فيها حركات كتير وحاجات كده عشان ما تقدمش بسهولة. تبقى حاجة طبعا مناسبة انها تشرفنا وتشرف مصر، ويبقى تصميم البرج بان هو كله على الدائر بتاعه كله بالكونات، فعلشان طبعا الناس تستمتع بالفيو ده. فمفيش تقريبا ولا أوضة في البرج الا لما ليها بلكونة. البلكونات دي كمان اللي هي على الداير بتاع البرج دي بترمي كمان ظل على الازاز بتاع المبنى، فتقلل معانا في الحراره وتقلل في حمل التكييف والكهرباء والحاجات جداً. دي. فطبعا يعني هي خدت مجهود رهيب يعني. خد مجهود كبير. بس خلصنا المشروع في وقت قليل جدا. الحمد لله. طيب انا عايز ارجع لنقطه المنطقه الترفيهيه. ادينا تفاصيل عنها زيادة، يعني موجود فيها ايه؟ هيبقى شكلها عامل ازاي؟ تمام. هي طبعا مبنية دلوقتي. واعتقد ان اتصور فيها كذا حاجة في الفترة اللي فاتت. اتصورت هناك. هي طبعا المنطقة الترفيهية عبارة عن هي حاجة مرتبطة بالممشى الساحلي. احنا عملنا نقدر نقول ان هو هيبقى ممشى للناس ومحلات ومطاعم بالظبط كده، منطقه ترفيهيه للناس اللي موجوده هناك. صح كده. الفكره فيها ان كان بدل ما احنا بنبقى ماشيين في خط كده على موازي للبحر وخلاص، لا احنا بندخل الناس في المشروع ده او في المنطقه الترفيهيه، بيتفرعوا عندهم اربع مسارات يقدروا يتمشوا فيها مختلفه، كل واحد باكسبيرينس مختلفه. حلو قوي. فلو مشي في نص المشروع بيخش على مناطق فيها لاندسكيب، فيها محلات، فيها مطاعم، فيها حاجات زي كده. كل منطقة واخدة شكل مختلف عن التانية، بس في الآخر هم كلهم مربوطين مع بعض. لو مشي ناحية البحر وبقى ماشي موازي للمباني دي، بيبقى بيلاقي المطاعم أكتر والحاجات دي. لو مشي من ناحية الشارع موازي برضو للشارع من بره، بيلاقي كل الحاجات الخدمية، بنوك، صيدلية، مثلا محلات تليفونات، الحاجات زي أي دي حاجة كلها هو بتبقى محتاج. بتبقى بره. وطبعا المشروع معمول انه يبقى عام ملوش مدخل، يعني مفتوح اي حد يقدر بالظبط كده.
وحتى في البدروم بتاع المشروع معمول اماكن كمان للحمامات واماكن لتغيير الملابس، حمامات عامه، بحيث ان حتى لو حد جاي ينزل البحر او حاجه يقدر يركن عربيته ويطلع على البحر ويقدر يقضي يوم في المكان ده. الله، دي معلومه مهمه جدا. طب انا عايزه يعني برضو اخد من خبره حضرتك كده، احنا الفتره دي مركزين قوي في الابراج عموما بشكل عام بعيدا عن العالمين الجديده، يعني برضو العاصمه الاداريه بقينا نفهم ثقافه ان احنا يكون عندنا ابراج مرتفعه جدا. شايف من وجهه نظرك ده ازاي؟ طيب، هي طبعا الابراج بتدي قيمه اقتصاديه عاليه جدا للارض اللي هي مبنيه فيها، هي بترفع الاقتصاد في المنطقه. لان بتبقى كثافه المباني ولا ارتفاع السعر قصدك؟ لا، كثافه عدد يعني اجمالي مسطح الادوار بتاع المبنى على ارض بتكون كانت ممكن تتعمل دورين او ثلاثه، ده بيدي قيمه اقتصاديه عاليه للمكان ده. حلو. وبيدي طبعا ان بيميز المنطقه اللي فيها الابراج دي انها بتكون علامه مميزه للمدينه. فبنلاقي دايما في كل مدن العالم في مناطق معينه يبقى فيها الابراج، نتيجه طبعا سواء حاجات اقتصاديه او حاجات ان هي المكان يبقى فيه علامات مميزه. الابراج في العموم طبعا من الحاجات المعقده جدا في التصميم، لأنها بتبقى محتاجة تدخل فريق كبير جدا من المهندسين والاستشاريين علشان يطلع المشروع ناجح. وتدخل كمان غير الاستشاريين هم الهندسيين، كمان يبقى في تدخل مثلا الاستشاري زي مثلا الفاسيليتي مانجمنت عشان يبقى المبنى الصيانة بتاعته والحاجات دي وإدارته تبقى من الأول معمول حسابها. بيدخل في الموضوع طبعا جزء كبير جدا طريقه الانشاء او النظام الانشائي للمبنى، سواء كان خرسانه او ستيل او كده، ده بيبقى جزء كبير من الموضوع، وخاصه كل ما بيعلى المبنى كل ما بيكون التصميم بتاعه معقد اكتر. تصميم طبعا حاجات الالكتروميكانيكال اللي هي الكهرباء والتكييف والحاجات دي كلها، طبعا مع طبعا التصميم المعماري، ومع مراعاه انه يكون المبنى سهل صيانته وسهل ادراكه ويدي قيمه للمكان اللي هو فيه، يعني ما يبقاش مجرد حاجه يعني ملهاش. حلو قوي. يعني معنى كده ان الابراج دايما بتبقى سمارت. سمارت من ناحيه طريقه التشغيل، البنيه التحتيه، البنيه التحتيه بتاعتها بالظبط كده. بيبقى فيها طبعا الافضل انها تكون في الاوقات اللي احنا فيها دلوقتي طبعا، لان دي بتفرق كتير جدا في تشغيل المبنى. ان طبعا لو المبنى سمارت بيوفر كتير في الكهرباء، بيسهل حركه الناس جوه المبنى، بيخلي مثلا الاسانسيرات والحاجات دي طريقه تشغيلها تبقى سهلة. كويسه، لان ممكن لو نظام الاسانسيرات مش شغال كويس او مش مظبوط يخلي في فقد كبير جدا للطاقه، ويعني طبعا يعني الاحسن انها تبقى حاجه مظبوطه يعني. طيب باشمهندس، موضوع مهم جدا، انا لو دلوقتي عايزه اقيم برج اتعرض عليا مثلا، اقيمه ازاي؟ طبعا في جزء ممكن يكون صعب على الناس اللي هي ما هياش مهندسين معماريين او كده، ان هو يقيم التصميم كشكل، يعني هيبقى دي فيها صعوبه شويه. انما نقدر نقيم البرج اول حاجه طبعا بمين هو المالك بتاع البرج، يعني مين الشركه اللي بتعمله، ده اساسي، دي مهمه جدا. لان دي طبعا بتبين هل عندها هيستوري في الموضوع، ما عندهاش هيستوري، يعني هتعرف تعمل المشروع ده وهتعرف تديره. تاني حاجه شركه الاداره اللي هي اداره ما بعد تشغيل، يعني اللي هي بتاع تشغيل المبنى بالظبط كده. حلو. يعني الفاسيليتي مانجمنت دي مهمه جدا، لازم نبقى عارفين مين اللي عامل فاسيليتي مانجمنت وايه النظام اللي هم مستخدمينه في الفاسيليتي مانجمنت والكلام ده. طبعا ثالث حاجه نعرف مين الاستشاري ومين الاستشاريين المتخصصين اللي بنوا اللي صمموا المشروع ومين المقاولين اللي هينفذوا المشروع، لان كل دي حاجات مهمه جدا في تقييم البرج يعني. يا باشمهندس نورتنا في تعمير، وانا بشكرك جدا على المعلومات اللي احنا اتكلمنا فيها النهارده وافدنا بيها المشاهدين. طبعا بشكرك جدا. ربنا يخليك يا فندم. ماشي، اشوفك على خير ان شاء الله. مشاهدينا، وبكده حلقتنا خلصت، انتظرونا ان شاء الله في حلقه جديده من تعمير الاسبوع الجاي.